إلى ليبيا الآن ننتقل. قررت الجمعية الأممية للمحكمة العليا بالإجماع إعادة تفعيل الدائرات الدستورية فيها التي تختص بالفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني والقضايا والخلافات المتعلقة بالقوانين والتشريعات، إضافة إلى القرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. بعد أكثر من 5 سنوات قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا تفعيل المحكمة الدستورية، وذلك للنظر في الطعون الدستورية والبت فيها. تفعيل يأتي بعد خلاف سياسي عاشته البلاد بين الأطراف المتصارعة على السلطة، أثار أزمات حكومية وارتدادات أمنية وتعثرا في عمل المؤسسات فيها. وتقول بعض الأوساط إن الحدث يعد انتصارا كبيرا للقضاء الذي لن يستغل في السياسة الداخلية للنيل من بعض الخصوم وإقصاء آخرين. المحكمة الدستورية هي صمام الأمان لأي طرف تشريعي ولأي شطحات تشريعية مخالفة للإعلان الدستوري. المحكمة الدستورية هي صمام الأمان لتحقيق الشعب لإرادته. إذن هي خطوة من شأنها إنهاء الجدل القائم في الملفات القانونية والدستورية والصراع الجاري بين هياكل الدولة ومؤسساتها الذي وصل حد الانقسام، لكن ذلك لا يشي بإزاحة الضبابية عن المشهد الليبي كما يقال هنا. دلالة توقيت فتح هذه الدائرة هو أمر يقودنا إلى التساؤل عن أهداف تفعيلها في هذا التوقيت بالذات. ضمان أن تعمل هذه الدائرة في ظروف مهيئة، عدم تورطها في الدخول في التجاذبات السياسية. وثمة من يشير إلى أن هذا التطور قد يزيد المشهد تأزما في ليبيا، خصوصا في ظل وجود حكومتين تتنازعان الشرعية على السلطة. في ظل هذه التطورات تقف الأزمة الليبية من جديد على مفترق طرق، وتترقب أياما حاسمة ستحدد بشكل كبير مصير البلاد، مصير ما زال يتأرجح بين الخيارين السياسي والعسكري على الرغم من التقدم الجيد في مسارات التفاوض خلال الأشهر الماضية. عبد الناصر خالد، العربي، طرابلس. الآن من طرابلس ينضم إلينا أستاذ القانون الدستوري سامي الأطرش. أستاذ سامي، مرحبا بك. إن سألتك بداية من الناحية الإجرائية والبراغماتية العملية، ماذا يعني تفعيل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بليبيا؟ نعم، بداية تحية لحضرتك ولإذاعتكم مشاهديكم وضيوفك الكرام. الحقيقة لا شك أن هذه الخطوة هي عودة إلى الحالة الطبيعية، وهو تفعيل القضاء في ليبيا وعلى رأسه المحكمة العليا بدوائرها بما في ذلك الدائرة الدستورية. فبداية هو عمل طبيعي ويجب أن يستمر، وربما إيقافه لسنوات طويلة أثر بشكل سلبي وها هو يعود الآن. ولكن لابد لي الحقيقة احتراما للمشاهد أن أقول بأن هناك جزئيتين غاية في الأهمية. الأولى يعني هاتين الجزئيتين مهمات الذكر. أولا، أن كان بودي أن يكون هناك مقدمة من السيد رئيس المحكمة العليا متحدثا نيابة عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا أن يوضح الأسباب التي دعته إلى إيقاف أو دعت المجلس إلى إيقاف العمل، وما هي الأسباب التي دعته إلى العودة، حتى نستطيع أن نستوعب ونقيم بشكل أكثر موضوعية عن مدى إمكانية الاستفادة منها. الجزء اللي خاصة وأن هناك خطوات سلبية قام بها ما يسمى بمجلس النواب الليبي عندما قام بتعيين مستشارين في المحكمة العليا للحصول على مساحات أكبر في القضاء الليبي. هذا يجعلني أتمسك بهذه البداية التي ابتديت بها. الشق الثاني، ونعتقد أن لا يقل أهمية، هو أن يعني المحكمة الدستورية العليا عليها الحقيقة أو على رجالها أن يضعوا استراتيجية قبل أن يبدأوا في هذا الكم الهائل من الطعون التي سينظرون فيها
واللي تتعلق بمسائل غاية في الخطورة دستورية، منها تعديلات مجلس النواب للعديد من مواد الإعلان الدستوري، وهذه بالتأكيد ستؤثر في إلغائها من عدمه على الكثير من الطعون الأخرى. فأنا أتمنى أن يوظف هذا البعد القانوني الدقيق، أن على الجمعية العامة أن تضع أولويات في النظر في الطعون التي أمامها الآن، وهي عديد من الطعون تراكمت لفترات طويلة تصل إلى 5 أو 6 سنوات الآن، حتى يستطيعوا أن يختصروا الوقت وأن تؤدي هذه الأحكام إلى نتائجها المرجوة. هل من ضامن أو ما السبيل إلى ضمانة معينة للتأكد من أن تعاطي الدائرة الدستورية في البت مع أي خلافات قانونية أو دستورية سيكون تماما بشكل 100% بمعزل عن التجاذبات السياسية التي تعم ليبيا الآن؟ أنا نشكرك على هذا السؤال بداية، لأن السؤال غاية في الدقة، وأنا حطيت خطوط عريضة أوضح منها خلالها لمشاهديكم الكرام أن لابد كان على السيد رئيس الجمعية العمومية للمحكمة العليا أن يوضح ما هي الدوافع والأسباب التي جعلتهم يوقفوا وثم يعودوا الآن بعد مرور هذه الفترة الزمنية. لابد هناك حكمة يجب أن يصرحوا بها علنا حتى نستطيع أن نقيم الدوافع الحقيقية الكامنة وراء العودة والقرار بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية. الثاني هو أن هل تقوم هذه الجمعية العمومية بترتيب جدول هذه الدعاوى وفقا للأهمية الدستورية، لأن قد تترتب أحكام في جزئيات تخالف المفاهيم العامة، ونحن نريد أن نطبق كما قال السيد ضوء المنصوري نعتقد في مقابلة سابقة رأيتها الآن على شاشتكم، أنه بداية لابد من الاحترام للقواعد الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2011. يعني هذا هو سلم الأولوية، ثم بعد ذلك ينظر في الطعون الأخرى التي قد تكون أقل أهمية حتى لا نقع في الخلط ونجد الاستفادة الحقيقية. هذين المعيارين هن ما سيوضح لنا أهمية هذه الخطوة التي سمعنا عنها اليوم. كل شكر لك أستاذ سامي الأطرش، أستاذ القانون الدستوري من طرابلس.